أعزائنا اللي تابع فعاليات مهرجان مسقط وزار حديقة القرم الطبيعية أو حديقة النسيم أو الميدان التجاري أو حتى الآن في شاطئ القرم بيلاحظ بالتأكيد في عندنا ناس جنود بالفعل، شرطة عمان السلطانية وأيضا من الهيئة القومية للكشافة والمنشدات، مجموعة من الكشافة والجوالة اللي لهم دور كبير في عملية التنظيم والأمن والسلامة، ونلاحظهم ما شاء الله عليهم يعني من بدء الفعاليات إلى نهايتها اليوم هم متواجدين. بس يسرنا أن يكون معنا خالد بن علي العامري رئيس اللجنة الفنية للكشافة في محافظة مسقط ومشرف على حديقة القرم الطبيعية. حياك الله معنا الأخ خالد. أهلا وسهلا. الله يسلمك ويعافيك ويعطيكم الصحة والعافية على كل جهود اللي بذلتوها يعني. الله يسلمك. وما شاء الله عليكم ما زلتم متواصلين معنا حتى اليوم يعني. كل فعاليات إن شاء الله تجدونا موجودين معك بإذن الله. حدثنا وش عن المشاركة وعددكم وتقسيمكم وتوزيعكم. الحقيقة لما جاءت المخاطبة الرسمية من بلدية مسقط للهيئة القومية للكشافة والمنشدات، والهيئة دائما حريصة على أن تشارك في كل الفعاليات اللي تقوم بها البلدية أو أي جهات أخرى، فشكرت لجنة برئاسة الأستاذ أنور اللواتية كإشراف عام، وكان عددنا 150 في حديقة القرم و150 في حديقة النسيم، يعني ما شاء الله 300 تقريبا عددكم. 300 نعم. جميل. ومتوزع ما بين العشائر الجوالة والكشافة، كشافة مسقط توزعت مثلا كشافة مدارس السيب تكون مناوبة عندها في حديقة النسيم، وكشافة مدارس مسقط في حديقة القرم. يومين يكونوا متواجدين نفس العدد 150 ولا في تناوب انه مثلا 50 يداوم يجي فترة الصلاة العصر او المساء، كيف يعني؟ هو العدد يوميا لكن يتناوب طبعا عندنا طلبة وطلبة كليات عشائر الجوالة وطلبة مدارس، نفس العدد لكن يتناوب، يعني طلايع من المدارس كل يوم اليوم طلعتين وغدا طلعتين اخرى، على اساس الطالب ايضا ممكن لو يشارك يوميا على اساس ما ياثر على مستوى التحصيل الدراسي ايضا. جميل. عموما خالد يعني هي الزحمه موجوده ما شاء الله يعني من بدء الفعاليات من اول يوم الى يومنا الحالي، ويمكن اليوم اكثر من اي يوم اخر، فكيف التنظيم يعني كيف اتصالك انت حتى في حديقه نسيم معاهم، كيف تنظيمكم وترتيبكم؟ والله احنا نشارك طبعا الفعاليات اللي دورنا، احنا نشارك التنظيم مع رجال الشرطه. نعم. وفي حديقه القرم ايضا نساعد الناس العجزه ونساعد الناس المعوقين. جميل. ونقدم ايضا النشرات والخرائط نوزعها للناس، وايضا في السابق ايضا الكشافه يكون يامنوا للاطفال اللي يشاركوا في الالعاب الكهربائيه يامنوهم على اساس ما يحصل اي مشكله. جميل. والحمد لله الامور ماشيه يعني. هم كيف متقبلين؟ يعني انا ملاحظه انه كان في شباب ما بين عمرهم 11 12 سنه يعني، لكن متحمسين للعمل وتحسهم موجودين ينظموا ويشاركوا يعني. اكيد طبعا احنا من مبادئ الحركه الكشفيه الواجب نحو الاخرين. نعم. فتحصل يعني نجب نخدم الاخرين، وايضا الكشاف او الجوال لما يخدم الاخرين يحس باعتزاز بنفسه ويعتمد. نعم. على نفسه. عموما شكرا اخ خالد ويعطيكم الصحه والعافيه وتحيه حب لكل من شارك من ابنائنا سواء من الكشافه او الجواله في تنظيم حركه الفعاليات في كل من حديقه النسيم وحديقه الطبيعيه وايضا من ميدان تجارب القرم وايضا على شاطئ القرم. عموما مستمتعين ومتواصلين مع كل فقرات برنامجنا وما زلنا معكم مع فعالياتنا، فكونوا معنا وتابعونا لنهايه البرنامج.